الحكم بالسجن على نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما. ايش راح يصير هلا بكريم بنزيما بعد ما اصدر حكم السجن لمده 10 شهور؟ هل يا ترى راح ينسجن؟ راح يغيب عن الملاعب؟ راح يغيب عن الكلاسيكو؟ شو القصه؟ في نقطة كثير مهمة، انه المحكمة راح تكون بكرة والقرار النهائي ضد كريم بنزيما راح يكون بكرة. اليوم المدعي العام هو اللي قرر العقوبة، وهي عقوبة لمدة 10 شهور وغرامة مالية تقدر ب 75,000 يورو. فقرار السجن لمدة 10 شهور حتى الآن ما هو القرار النهائي، بكرة هو يوم المحكمة، وبكرة راح يكون القرار النهائي من القاضي، اما راح يدين كريم بنزيما او راح يتم تبرئة كريم بنزيما. الشيء اللي انا حابب اكد لكم اياه انه كريم بنزيما ما راح يدخل السجن ابدا، شو ما صار ما راح يدخل السجن لعدة اسباب. السبب الاول هو انه كريم بنزيما رافع راس منتخب فرنسا، والسبب الثاني انه كريم بنزيما الحكومة، فكيف تتجرأ وتحبس الحكومة، والسبب الثالث انه القاضي يخاف على مسيرته فاكيد ما رح يحبسه، والسبب الرابع يا جماعة هو حتى لو كريم بنزيما كان مدان والقاضي قرر ادانة كريم بنزيما، رح تكون العقوبة السجن لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 75,000. فبنزيما ما رح يسجن، رح يدفع بس 75,000 في حال كان هو مدان، ممكن يكون بريء كمان. فاطمنوا، بنزيما ما راح يدخل الحبس، وبنزيما اموره بالسليم، وراح يلعب الكلاسيكو، وراح تكون الامور كلها فل وشمعة منورة. لا تنسوا اللايك والدعم.